لما طغى الماء نادى نوح عليه السلام ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. رفض الابن تلبية النداء وزعم أنه سيأوي إلى جبل يعصمه من الماء. أعاد نوح النداء ووعظه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إن المتأمل في القصة يجد أن ما قد حدث سابقا يحدث الآن بيننا، ولكن بشكل مختلف. فنحن مثل ذلك الابن، نرى أمواج ذنوبنا تتلاطم ببعضها، وعواقب عصياننا تزداد وتفيض وتقذفنا يمنة ويسرة، ثم نوشك على الهلاك، فتأتينا سفينة النجاة تحمل فوقها ركب ممن سبقونا في الإيمان، تمتد أيديهم إلينا وينادوننا أن اركبوا معنا، ثم نأبى إلا الغرق. هيا فلنجب داعي الله أن يركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها، لعلنا نصل سوية إلى شط السعادة والأمان. هيا نتجرد من ذنوب أنهكتنا سنين طوال، ونسرع إلى الله بتوبة صادقة ليخرجنا بها من الظلمات إلى النور. هيا نتدارك أيامنا الباقية، ونخرج من حياتنا بعمل صالح وأثر طيب وحسن خاتمة، علنا نستقر بعدئذ في الجنة معا. الأرض قيل لها ابلعي ماءك، والسماء أقلعت وغيض الماء، واستوت السفينة وعلى ظهرها الناجون ممن آمنوا مع نبيهم. فما دامت الحياة منتهية لا محالة، فهيئ لنفسك نهاية ترضاها.